قامت أسقفية الخدمات العامة والمركز القومي للمرأة بالاشتراك مع مؤسسة ويل سبرينج بعمل معسكر اسمه أنا وبابا في الفترة من الجمعة إلى الحد اللي فاتوا بفندق جرين ديزرت طريق مصر اسكندرية الصحراوي. وقامت فكرة المعسكر على أن الأب فقط بدون الأم يقيم مع أبنائه وبناته لمدة 3 أيام بالفندق، وتم جمع 15 كاهن من مختلف إبراشيات الجيزة من خلال الأب الأسقف للإبراشية و15 إمام مسجد، وأقاموا في الفندق متحملين مسؤولية الأبناء وكل احتياجاتهم من طعام ونوم وكل شيء، ولعب أكثر من 50 لعبة مشتركة بين الآباء والأبناء.